شكرا، كان كتير عايز افكر النهارده على لعبة روبلوكس في الماب، مش عارف ماب ايه، بس الصراحة بتفكرني بماب الفضاء والمستقبل. فطبعا هنلعبها مع يحيى او ياسين، هما مطورين فيها، اما انا لعبتها بس وجربتها لقيتها حلوة، فقلت ليه ما سجلهاش معاكم. اوكي، ازيكم؟ فانا جمعت نقطة حلوة. وريكم بس انا ايه ده بنديها على طول. استنى، عربية طيارة قصدي، وانا لو انت معاك طيارة؟ انا محطوط، انا لسه طيارة وجاية هرسك بيها كمان. لا آه. يلا لا ايه، لا دي يلا بسرعة بسرعة، يلا جايلك جيب بوابة جيب بوابة جيب بوابة. مفيش بوابة. طب انا عايز بوابة، ازاي انتوا تقدروا تحموا نفسكم؟ والله ما عارف، الناس دايما بيخشوا لنا. مرة انا وانا رخم على بعض، كل واحد فينا بيجي رخم عليك. انا جاية يرخم على نفسه يرخم على التاني، ولا بترخم على الناس؟ يرخم على التاني. ماشي، استنى مرة ده جبت الطيارة ودخلت للقاعدة الرئيسية بتاعت ياسين. وانا برضه استنى بس، ازاي اجيب طيارة؟ يعني المفروض يبقى معايا كام عشان اعرف اجيب طيارة؟ والله ما فاكر. هو مليون، الف، مية الف، معرفش. والله على حسب بقى، على حسب الفلوس. لا على حسب الطيارة. ايه ده، مين اللي جالي ده؟ اطلع برا. لا والله لا، ياسين والله لا خالص، والله لا خالص. يلا انا كمان عامل كده، ثواني بس. يا بابا ايه ده، ازاي يا ياسين انك تخش؟ اتعب ومش كده كده عادي. ايه ده، والله هخش احنا حلفين لنخش لك. يبقى ما ترجعش في كلامكم عشان كده غلط. انا هخش يعني هخش، ماليش دعوه. تعالى يلا يلا يلا، سيبني بقى، انا سيبني استخدم الماكينه بتاعتي الجديده. سبيد سبيد سبيد، اجري يلا. انا استخدمتها، عايز استخدمها. والله انا نسيتها خالص. ايه ده، هو انت بقالك سنين بتلعب في اللعبة؟ قصدي في الماب، بقالك سنين ولا كام يوم؟ كام شهور؟ شهور والله. ايه ده، شهر كامل عشان اجيب طيارة. احسن، والله تستاهل انت. شهر كامل عشان اجيب ارخص طيارة. والله انا طبعا مش شارك يعني. ايوه يلا سيبني، يلا اهو جاهزين، اخد فلوس فلوس فلوس. زيد زيد، عملت بوابة. بص اروح هنا عندك بقى، اروح بقى هنا براحتي وارجع براحتي واعمل انا عايزة. يركن عندك صح؟ ماشي، مع السلامة. اطلع ادام انا ما اشوفكش تاني. طب تعالى اوديك عند مطعم تاكل صواع وراه. والله هو بجد بقدر اكل ياسين؟ وكمان البرجر عندهم برايق. انا هبط، رايك بالمزاج اللي جاي؟ خدوني خدوني، جيب ياسين ابطا طياره وخدني عشان مش عايز اقع. يا رب. بص ايه رايكم بالبدايه؟ استنى، دي تستاهل صوره. استنى تعالى صورني معاك، تعالوا جنبي نتصور. استنى محتاجة 40 كاش. صور انت، انا رايح. لا نتصور كده جنب بعض عشان تبقى سكت. اذا لو طلبت منك هات 100، هتقولي ايه؟ ازاي غالية دي المية؟ دي المية كأنها صفر. والله صفر جدا. كان العشر تلاف بالنسبة لي، الالف بالنسبة لي صفر. والله والله انا عندي مليون. يلا ابقى جنبي ياسين، هيا ناخد صورة. سكرة ياسين طويل، ده طول واحد فينا. يلا بسم كبير. الله اوه تشيز تشيز. اوكي اخدنا صورة، يلا خلاص مع السلامة. باي. انا مش هسيبك. اخدنا صورة سكرة، انا قلت اني اخش. يلا خش. انا داخل، انا رايح الجراج اشتري طياره، ولا رايح اعمل ايه؟ اوكي رايح اطور طور 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 طور. ايوه عارفه اخش. تايم بليت لكن اني مره دخلت 23 دقيقه. ازاي لعبتها؟
يا سلام. كان اسمه التوتو بيطير بس كان بمليون ومتين الف. ايوه بس ده اسرع من اللي قبليه صح. ايه دخلت القاعدة. يلا مدمرنيش مدمرش لي حاجة. يلا يلا انا سامع. يلا طيب وريه بقى تخش ازاي. دخلت عادي. ايه ده انت مش عارف اني صغير. انا انتحر. ويييي انتحر احسن والله نخلص منك. حط ضرب بالنسبه لي خمسه. ايه كتيره والله العشره. عشره بالنسبه لي كتيره شويه. انا متوسطه. خمسه رخيصه. اخر حاجه ميه خط احمر. خط احمر يعني انا معايا تاني قطر تاني نقطه طياره يعني هتعمل فيك ايه؟ سعرها بالالاف يا عم. احلف والله. يا انا هاخدك يا يوسف. خدني وديني للتشيز برجر عايز اكل. يوسف ده اي لو سمع حاجه فيها اكل يعني مثلا لو خسرته وعزمته بعدين على على اكل اي اكل يصحك على طول ويحبك. ده انا هوديله موزه فريكتو. ايه ده انا عايز اعمل ايه يا ابني؟ بيقول لي انت محتاج اكتر من 200. يلا بس عشان حيطه بس بيقول لي انت محتاج بس 57 عشان تعرف تجيب الحيطه دي اللي بيقول لي عليها. انا عارف سنين عشان اوصل لك يعني تشيز برجر. احلم والله بقالك وقت طويل. بقالي وقت بقالي 5 دقايق. هي طويله يا ساكي. يلا دخلني معاك ساعتها اكل طويلة بس عشان طيارتي سريعة بتاخد دقيقة واوصل لك. يلا يوسف اقف هنا يلا اوريكم ازاي بطيب دي. يلا بطيب اوريكم كنت ان شاء الله. بصوت ياسين يا حسن دخلت في الترينجل عم شاربت اقف قدمتك. يلا بديني تشيز برجر تشيز برجر تشيز 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 تشيز. كان في مرة احنا بنلعب لوحدنا كنت عايزة اوديه للتشيز برجر اما نط انتحر. لا مش عايزة اموت. عايزة اموت زي المرة اللي فاتت. الله عليك انت لا يلا ترميني. وصلت يلا اديني تشيز برجر بسرعة. استناني طب تشيز نم 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 خلاص خلاص البرجر. تعال خدني تعال خد. استنى لسه انا ما اكلتش. خدني يلا تعال خدني يا سيد لو سمحت. لسه هو ما اكلش. انا اطلب برجر تاني ليا. طيب استمتع براحتك شوية لحد ما انا اركن الطيارة. يلا والله انت دي اخر مره تيجي لهنا وبعدين تشتري انت. اركن هنا ياسين لو سمحت عشان اقف انا عند الكنايه عند المكان بتاعها. ايه ده يحيى اركوك وديني البيت. وديك البيت ده لسه هاكل والله. يبقى ده سبب الحد الوحيد. اروح فراخ ولا لا؟ روح اروح يا سيدي. لا تعال اركب. انا خلاص هفضل كده. يلا استناني. يلا اجري يا ياسين. انا لن ارحمكم سوف اجري وراءكما. امشي يلا. انا عايز بس اخد ياسين. الطيارة دي بكام؟ مش فاكر والله بقالي زمن واشتريتها. بس اكيد هي بالالاف. ايه اللي حصل؟ رهاني يا تعالى يا يوسف تعالى اركب عندي. لا انا خايف منك والله ما اعمل لك اي حاجه. اركب تعالى اركب استنى استنى. ايه ده طيارتك سريع. انا طيارتك سريع. انا الوحيد اهو اهو اركب راكنت والله ركبت بالعافيه. تاني افضل طياره عندي على فكره. تاني انا عايز اول. ايه ده يالا ايه ده بس هسيبها لك يلا باي.
ده انت فين؟ انت حر يا يا دي طيارتك خدها ده طيب كده لا دي اخر طيارة احلى والله معايا جهازين للفلوس اخد فلوسين دوبل كيك ايه اللي دوبل كيك ادعوا يا اخواتي 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 يا جدعان ادعوا لي ايه ده دي حمامات ايوه حمامات ايه يعني دي حمامات اقدر تجيب سرير للعيال طبعا يا شباب بعد الفيديو ده هقعد اجمع فلوس اقتلهم بس مش هشتري حاجه اشتري حاجات معاكم انت انا جايب لك ابطا طياره في العالم والله 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 شكلها اكيد شكلها جيم انت او حاجه زي كده يمكن لا انا برضه جايب ابطا طياره وجايين لك يلا وانتوا عايزين تخطفوني استنى 5 سنين استنى عايز اعرف حاجه انتوا عايزين تخطفوني ولا تاخدوني لا تعالى والله والله تعالى والله استنى بس مش هخش في الحاجات لحظه هتركب ازاي اصلا انت عارف ازاي اه ما عارف تقدرش استنى بس شفت شكلها ازاي اصلا اخيرا اخيرا يا نهار انا وصلت له الاول فهو اللي هيركب عندي ايوه عشان دي ابطا طياره في العالم استنى تعالى ورايا والله ما اعمل له اي حاجه بس هو قال انه كان عايز يخطب لا خلاص انا هشتري بايسكل كده بايك والله ما هو يوسف انت لو اشتريت طياره طلع تشتري طياره والله حشرت والله اقدر اشتري طياره والله بس انا دي شفت ولا الطياره دي هديه انا عارف انا شفت هنا عندك ايه 175 انا فين حيطة يا زكي مش طيارة دوس بس يا مش هتندم ايوه كمل الطيارة ب 300 اهي الطيارة الحقيقية ب 500 بس انا معيش فلوس يعني وقت مناسب ما يبقاش معايا فيه فلوس انا اللي جبتلك الطيارة فهتركب عندي او تركب طيارتك ماشي انا اروح واجيب اسرع طياره قصدك حاجة يا يحيى يحيى انسى انسى يحيى اني اركب معاك انسى انا اللي انا لا يا سين يا سين يا سين يا سين ليه يا سين انت من اني اركب معاك ده ندمت لما ركبت يا سين هشتري طياره ولا هشتري ايه بيطير انا عايز حاجه بس تطير عشان اروح لمحل البرجر انا عارف انك بتضحك عليا والله ما بيطير يا سيف بيضحك عليك هتلاقي بس بيمشي انا وزعها حاولنا كذا مره ومش راضي يطير ازاي نطير نط شامبو وهو هيطير في موتوسيكل بمليون و200 الف بيطير مليون و200 الف انا ركز معاك وقعد يلا والله والله المكان طويل عشان اعرف اوصل للطياره انت هتقعد سنين امال ما توصل للجلد والله اكيد هقعد ايام مش سنين ايه السنين دي ايام ضوئية باي باي يا سيد احسن الله يا اخيرا خلاص ايه يعني خلاص خلاص ديت 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 ايوه دي سريعة دي سريعة دي سريعة سريعة ايه سريعة ايه يا امو سريعة الله 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 احلف والله شايفه سريعه ايه ده بطيئه تعالى المدينه والله ده انا وصلت بسهوله للمدينه بسرعه كمان هتلاقيني انا ازاي نزلتوا ازاي عرفتوا تنزلوا صح يوسف تعالى النار احتراف يا حبيب جدع انا عارف انه احتراف تعلميني ازاي نركن انت لا هركن في حتتك ايوه يحيى يلا يلا يحيى ازاي اقوم تعالى انا هقلس عليهم انا هخبطهم عايز اقوم هاي بس يحيى انت ازاي اللي بيخبطني يلا امشي لا انت اللي امشي انت يحيى بجد انت ازاي اقوم بس لا بس يا يحيى والله لا خليك انا من الطياره طول عمرك يلا يلا انا يعني انا اموت يعني اه ركبت الطياره عنده يحيى بجد انت ازاي بص فوق ايه ده يا ذكي
بس ورينا الشطورة هتعرف ترجم فين يا شطور. سهلة والله، نفسي ارميها في الفراغ. استنى انا هوا كده. يوسف الحريف طار في الفضاء. يا عيني يا سلام، والله يا شباب الطيارة جامدة. لان وصل الفيديو ده كام لايك؟ نشوف بعدين. لا الطيارة خلينا نشوف، اللي بيحب الطيارة يوصل لايكات كتير ويشتركوا وينشروا فيديو. استنى انا هقعد في الكمبيوتر كده شوية. ايوه اطلع. اي يا دماغي انا رايح عند ايه بطلع شو انا اضع تهنا في العقل بس ينساش والله. تنشوف كنا ننسى كتير هذا تنشوف دي مع اصحابك. ايه يا جدعان هو فين فرح؟ ليتكنز طيرتي طايرة في السماء. بصوا علقتها سينا. بصوا انا كنت استنى عايز اوريكم حاجة. استنى انا اقعد على الكمبيوتر بتاعك اخرب شوية. يا لا ما تبوظش القاعدة بتاعتي يا سينا. انا جايلكم انني مع بعض. ارفع اللابتوب بتاعك. استنى بس ارزل واحدة تانية. ايوه اختفت. ايه الطياره؟ اكيد عشان رسبنت انا الطياره الثانيه. لا رسبنت انا جيت. الله اخبط بصوا عايز اوريكم حاجه. بصوا على موبايلي بصوا اقول لكم ازاي انا علقتها. طرت فوق كده وبصوا بعد ما علقتها وكده. انا علق كل الطيارات القديمه كذينه. استنى رمضان طير. بصوا يا اخواتي بصوا عليا. بصوا على الموبايل كويس. بصوا اي يلا فلوسي يلا اخدتهم يا ريت. يلا سلام. سلام.